عشاق رياضينا ما كنتم، اهلا بكم في ميكرو سبور. سؤالنا ديال اليوم كيخص منافسات يورو 2016، بعد خصوص اللي مازلنا شارع باش نسولوا بعض المواطنين في نظرهم شكون غادي يفوز باللقب بين البرتغال وفرنسا. نمشيو نشوفوا الاجوبه ديال الناس. النظر ديالي تقدر تربح فرنسا، حيت البرتغال ما نقدر نقول كنتبع، انا نقدر نقول لك انا كنتبع فرنسا بزاف، يعني هي اللي كنشوفها يعني في النظر ديالي هي اللي غادي تربح. طاري انا غتربح فرنسا، فرنسا جات تلعب كوره الصراحه، البرتغال دايزه غير تخرج العينين صراحه. المهم اللي بان لي انا ان فرنسا عندها كتلعب كوره وعندها دراري زوينين وجامع دراري اللي يقدروا يلعبوا كوره، اما البرتغال راه تيزينا بتخرج العينين. البرتغال هي اللي متاهله تربح في هذا الماتش حيت عزيز عليا رونالدو. تنظن ان اللي بدا شي مجهود راه يقدر يوصل للفينال، وتنظن ان فرنسا يعني الفريق الفرنسي فريق متمكن، والكره كيف قلت لكم مجرد حظ، يعني اللي يلعب مزيان راه يقدر يدي الفينال. التوفيق للجميع. نقول فرنسا، فرنسا هي اللي تقدر تربح، عندها نجوم كبار كيلعبوا كره حديثه، وبالنسبه للبرتغال عندهم لعيب واحد مولي معولين عليه كريستيانو رونالدو. اختي شنرشح فرنسا حيت عندها دي جوار اللي مزيانين، وغريزمان تنقول غي يدير شي اضافه. البرتغال حيت ديزا بالسطح، اي فرقه كدوز السطح كتربح، كدي بحال السبليون. المهم هما اللي غيديوها صافي. المنتخب الفرنسي هو اللي يديها، حيت هما اللي منظمينها والجماهير ديالهم، وحتى اللعابه عندهم واعرين البرتغال الصراحه ما نكذبوش. اذا مشاهدينا كيف ما شفتوا معنا، فالناس اللي سالناهم الاغلبيه ديالهم رشحوا منتخب فرنسا باش يفوز باللقب بكونه كيضم ابرز نجوم اوروبا. الى هنا مشاهدينا وصلنا لنهايه الحلقه، كنضرب لكم موعد في حلقه جديده بحول الله، الى اللقاء.